واحد من ابطال النادي الاهلي، ابطال المصريين اللي شرفونا، اللي هيبقوا موجودين في كاس العالم للانديه اللي كسبوا النهارده بطوله افريقيا، هو الكابتن سيف عابد، لاعب فريق النادي الاهلي للكره الطائره. يا كابتن مشرف ومنور، والف مليون مبروك. حبيبي يا كريم، ربنا يخليك، الله يبارك فيك. الاداء النهارده رائع كعادتكم يعني في كره الطائره في النادي الاهلي. اه والله الحمد لله، البطوله النهارده ما كانتش سهله عامة، يعني على مدار البطولة كلها الموضوع ما كانش أسهل حاجة، يعني البطولة على أرضك وفي مصر فالموضوع بيبقى فيه ضغط شوية، بس الحمد لله يعني قدرنا نعدي الحاجات دي والحمد لله كسبناها في الآخر. يعني انتوا دايما متفوقين في النادي الأهلي في الكرة الطائرة، مباريات كلها احنا كمشاهدين ممكن نقول ايه، الأهلي بيكسب بسهولة، الأهلي بيكسب أي فرقة بسهولة، انتوا بقى في الملعب بتبقوا حاسين بالسهولة دي؟ لا الموضوع في الملعب غير طبعا، لان انت بتنزل كل ماتش او كل بطوله بادئها بتلعب بنفس المستوى كأنه ماتش كاس، يعني ما فيش دي تعويض، فبتدي كل فرقه المستوى اللي انت متعود عليه ومستوى انت بتتمرن بيه، ما فيش اي استسهال للفرق او ما فيش اي يعني اي تراخي مثلا في الاداء، بالعكس انت بتنزل حتى الفرقه اللي قدامك مستواها ايه انت بتلعب على اساس ده، والحمد لله ربنا بيكرمنا يعني، والحمد لله احنا كسبنا البطوله كلها 3-0 عشان احنا ماشيين بالسيستم ده. يعني عشان كده بقول لك انا بحسها وانا بتفرج على المباريات ايه السهوله اللي بيعملوها اللعيبه دي، بس واضح ان انتوا عشان تبقوا مركزين في كل المباريات. كابتن سيف، ايه سر نجاح دائما طائره النادي الاهلي في كل البطولات؟ سر معلش قول تاني، ما سمعتش. بقول لك ايه سر نجاحكم دايما في كل البطولات في الكره الطائره تحديدا في النادي الاهلي، دايما عندكم التفوق ده؟ اولا طبعا جاي من دعم مجلس الاداره كله الحمد لله، يعني على طول معانا في كل البطولات وكل الماتشات حتى لو في الدوري، وجايه من الفرقه كلها بتحب بعضيها وكله قلبه على قلب بعض، محدش شايل من التاني في حاجه، لا بالعكس انت اللي بتلعب مكانه وعايزك تبقى احسن منه، الجمهور طبعا على طول معانا في كل حاجه، فطبعا المنظومه كلها او السيستم كله والجهاز الفني هو اللي عامل الحاله دي، والحمد لله قدر ينجح بيها وكملنا بيها الحمد لله. يعني بمناسبه المنظومه، جمهور النادي الاهلي كان ليه دور معاكم كبير في البطوله دي؟ اه بصراحه النهارده من غير الجمهور ما كناش هيبقى في طعم للبطوله، والحمد لله يعني حتى هم لما كانوش بيجوا على مدار الماتشات كانوا على طول بيتواصلوا معانا وبيدعمونا، فالحمد لله دورهم النهارده كان كبير، يعني اللي خلانا نتوج بالبطوله الحمد لله. الحمد لله. كابتن سيف عابد، لاعب فريق الاهلي للكره الطائره، انا بشكرك شكرا جزيلا الفائز اليوم ببطوله افريقيا للكره الطائره.